أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي مشروع أمة. أيها السادة، في كل أسبوع نسلط الضوء على جانب من جوانب مسيرة التنمية التي ترمي إلى تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري. خطة تنمية شاملة لا من حيث المجالات الاقتصادية والخدماتية فحسب، وإنما لكونها تشمل جميع المؤسسات الكبرى في القطاعين العام والخاص. رؤية الخطة التنموية لا تقوم فقط على زيادة المشاريع الاستثمارية والعمرانية في الدولة، فكانت التنمية البشرية جزءا رئيسيا منها، ولأن خطة التنمية الكويتية تركز في حوالي على 60% منها على الجانب التنمية البشرية، كان من الضروري بناء القدرة القيادية والإبداعية للدولة، وعليه جاء مشروع ذخر الذي يسعى بدوره إلى تطوير القدرات القيادية في كل القطاعات وفتح الآفاق للإبداع. أيها السادة، اليوم نستضيف في هذه الحلقة الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني لتطوير قيادات التنمية ذخر الأستاذ جاسم الصفران لتوضيح الدور المناط بهذا المشروع الحيوي ورؤيته وأهدافه. مساء الخير أستاذ جاسم، سعادة أن نلتقي بك من خلال هذه الحلقة لتوضح للسادة المشاهدين أهمية هذه المبادرة أو هذا المشروع. سعيدين بهذا اللقاء. هاي الساعة المباركة، وأنا أشكر حقيقة برنامج مشروع أمة على هذه الاستضافة وتلفزيون الكويت يعني على هذه الاستضافة. شكرا لك. إذن عزيزي المشاهد، يعني قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم، دعونا نشاهد التقرير التالي. حرصت دولة الكويت أن تكون التنمية البشرية جزءاً رئيسياً من الخطة التنموية التي وضعتها من أجل استعادة الدولة مكانها الريادي كمركز تجاري ومالي، وبناءً على ذلك فقد جعلت محور خطواتها نشر الثقافة التنموية لدى الناس والبحث في الكفاءات التي تتناسب مع هذه المفاهيم والمعايير التنموية، وذلك لأن نجاح المشاريع التنموية مهما كانت طبيعتها مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى الانفتاح على الثقافة التنموية والحرص على تطوير هذه الثقافة بما يواكب المعايير التنموية العالمية. ولأن خطة التنمية الكويتية تركز على جانب التنمية البشرية، كان من الضروري بناء القدرة القيادية والإبداعية للدولة، وعليه جاءت فكرة مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية ذخر بهدف اختيار مجموعة من الشباب الكويتيين الذين سيتم تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لإدارة المشاريع من خلال برنامج تدريبي مصمم وفق أعلى المستويات العالمية، ومن ثم منحهم عضوية جمع ذخر، الأمر الذي يجعل من هذه المبادرة فرصة نادرة لمن يهمهم تأمين مستقبل مهني باهر. أهلا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، وكذلك نرحب مرة أخرى بضيفنا الأستاذ جاسم الصفران الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني لتطوير قيادات التنمية ذخر. طبعا شاهدت معنا أستاذ جاسم التقرير، تحدث حول أهمية هذا المشروع وأثره في تنمية القيادات العليا في البلد من أجل النهوض من جميع الجوانب سواء كانت الاقتصادية السياسية الاجتماعية. طبعا يعتبر الإنسان الكويتي هو المحور الأساسي للنهوض بهذه التنمية. نعم. قبل الخوض في مواضيع هذه الحلقة المهمة أستاذ جاسم، يعني بداية نود تعطينا نبذة حول مشروع ذخر، الأهمية من وراء هذا المشروع، شلون استمديتوا هذه الفكرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك مرة أخرى أخ صالح على هذه الاستضافة. مشروع ذخر هو مشروع تنموي بالدرجة الأولى، يركز على التنمية البشرية من مجال محدد. يعني التنمية البشرية، مفهوم التنمية البشرية بشكل عام مفهوم كبير، كان من الضروري أن تكون هناك مشاريع محددة لها بداية ولها نهاية، ويكون لها مخرجات ممكن تستخدمها بطريق مباشر. الفكرة الأساسية أن احنا نبني القدرة القيادية للكويت من خلال التركيز على شريحة الإدارة الوسطى في جميع قطاعات الدولة. شو المقصود بالإدارة الوسطى؟ يعني لما نتكلم عن الواعدين، يعني اللي صار له 10 سنين أو 7 سنين من الخبرة في مجال عمله،
فهو رجل واعد أو 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 سيدة واعدة أنها تتولى قيادات في المستقبل أو موضع قيادي في المستقبل. فأنا أقول لك ليش؟ لأن إحنا في البداية يوم استقرأنا الساحة شفنا أن في خطة تنموية طموحة وفي توجه كبير لبناء الدولة في وقت قصير، يعني خاصة في الميد رينج بلان اللي هو خلال 4 سنوات. الخطة الحكومية خلال 4 سنوات تحتاج إلى كم هائل من يعني التنمية البشرية حتى تقدر أنت يعني تحقق أهدافك. رأينا أن في حاجة رئيسية للقيادات الوسطى، هي العصب الرئيسي اللي يركز عليه القيادات العليا، واللي يشوفه القيادات الناشئة تشوفه كقدوة. فهذا رأيناه كعصب رئيسي ركزنا عليه من خلال ذخر. نقصد في مشروع ذخر السستينابيليتي اللي مفهوم الاستدامة وتطوير مفهوم الاستدامة. الاستدامة تستمر في تركيز على كوادر ممكن تكون مؤهلة لمدة 20 إلى 25 سنة من العطاء، قادرة على العطاء لمدها. بالضبط. فإحنا نركز مثلا إذا تشوف المعايير اللي إحنا حطيناها كان مينيمم أو يعني أقل شيء 7 سنوات من الخبرة، فهذا يعطيك مؤشر أن 30 سنة يعني اخترتوا الطاقة الشبابية المفعمة بالحيوية أساس أنها تستفيدون منها مستقبلا بالنهوض بجميع الجوانب التنموية للبلد. بالضبط. من هذا جاء المنطلق بالقيادة الوسطى. بالضبط. فإحنا ركزنا في مشروع ذخر أن نركز على هذه الشريحة كبداية ونبدي نقوي هذه الشريحة اللي ستقام عليها الدولة وستحقق فيها مشاريع التنمية. فمن هنا جت فكرة ذخر. يمكن قد يكون راح نسترسل بخصوص الأهداف وأيضا كذلك المؤسس لهذه المبادرة، ولكن من خلال سياق هذه الحلقة. طبعا في كل مرة أستاذ جاسم يعني نبدأ مع ضيوفنا بسؤالهم عن خطة التنمية ونظرتهم حول هذه الخطة يعني ترمي إلى تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري وإقليمي يعني بشكل مميز. يعني ما تعليقكم حول هذه الرؤية السامية؟ طبعا في البداية احنا خلني بس استعرض معك يعني نبذة تاريخية. احنا من 86 في الكويت ما كان عندنا خطة تنموية إلى تقريبا 2006، يعني 20 سنة. ذلك الأسباب واضحة، يعني كانت أسباب منها الغزو الغاشم، منها كان التركيز على السياسة الخارجية لوجود الخطر الصدامي، أيضا منها كان يعني مشاكل أيضا أخرى كانت يعني في الدولة في بداية الألفية. لكن في 2006 جاءت رؤية حضرة صاحب السمو إحنا نحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري. فكرة سامية، رؤية سامية. استطاع الأمير أن يستقرأ المنطقة ويعني يشوف ما يميز الكويت من خلال ما يطرح في المنطقة من يعني خلينا نقول مثلا دبي تميزت في انها تكون جانب تجاري، قطر قاعد تحاول تكون ذا كونفرنس سنتر اللي هو مقر المؤتمرات للمنطقة، البحرين تركز على الجانب المالي او خلينا نقول الجانب البنوك البنكي، السعودية أو أقصد المصرفي، السعودية تركز على الجانب الصناعي. فمن خلال هذه المنظومة المتكاملة أطلق حضرة صاحب السمو هذه الرؤية. الآن الرؤية دائما الرؤى بشكل عام تكون رؤى عامة وكبيرة، تحتاج الآن أن إحنا نبدي نركز ونبدي يكون هناك حراك تنموي في الكويت بحيث أن نحقق أو نحدد الميزة التنافسية للكويت. صح هي مركز مالي وتجاري بالعموم، لكن إحنا شنو بنتميز فيه؟ وهذه المعادلة أتي من خلال أنك تركز على تشوف شنو اللي يميزك. أوكي، موقع الجغرافي جيد، مواردي النفطية ممكن أنا يعني أستخدمها، عندي قدرة بشرية، عندي ناس مثقفين استثمرت فيهم من بداية تأسيس الدولة في الستينيات. هذا كل، وإحنا على فكرة الكويت الآن قاعد تمر بنفس المرحلة اللي مرت فيها في بداية التأسيس في 61 أو خلينا نقول سنة 60، نفس المرحلة. هناك مجموعة أنا أذكر كان بودي حقيقة يعني أجيب بعض المجلات في الناشونال جيوغرافيك، العدد 6 في ناشونال جيوغرافيك 1953 كان يتكلم عن الكويت، كاتب شنو بالكويت، كاتب كعنوان بوم تايم إن كويت. نفس الشيء احنا الان قاعد نقول بوم تنميه في الكويت.
نفس المعطيات كانت ان بركز على التعليم، بركز على الصحه، بركز على كذا. وكان التركيز في المقاله يركز على ان الكويت بدات تستثمر في العلم، تستثمر في بناء القدره القياديه وكذا. عدد اخر في سنه 69، يعني خلال تقريبا 17 سنه، لناشونال جيوغرافيك كتبت مقاله مستوحاه من المقاله الاولى بعد 17 سنه. تكلمت عن شنو؟ وش قالت؟ قالت العنوان الرئيسي الكويت مصباح علاء الدين في منطقة الشرق الأوسط. إذا احنا قدرنا خلال 17 سنة أن ننتقل في الكويت من دولة حديثة ناشئة إلى دولة ليدر قائدة في المنطقة، وهذا الشيء ممكن يتكرر مع وجود رؤية حضرة صاحب السمو. باختصار مرة أخرى يعني الإجابة على هذا المحور، أن احنا نحتاج أن نكون معادلة شنو اللي يميزنا عن الباجي بالتحديد، والرؤية طيب. هي الحاضن الرئيسي لهذه طيب. المعادلة. طيب أستاذ جاسم، يعني ألا تعتقد بأن هذه المبادرة يعني أتت نوعا ما متأخرة؟ لأن من الملاحظ بأن هذه المبادرة أتت يعني مواكبة لما طرحه حضرة صاحب السمو من هذه الرؤية السامية. ألا تعتقد بأنها أتت يعني في وقت متأخر نوعا ما؟ شوف، في مثل أمريكي يقول never too late، ما في شيء متأخر. يعني طالما احنا فكرنا فيها، ترى عمر خطة التنمية سنة مو أكثر. يعني احنا الآن أقرت خطة التنمية في فبراير 2010، انطلق مشروع ذخر في 1/6. طيب اسمح لي يعني استاذ جاسم، يعني طبعا هذه الرؤية كانت لحضرة صاحب السمو مثل ما تفضلت في 2006. اي صحيح. نعم صحيح. انتم انطلقتوا في 2010. اي صح. يعني ألا تعتقد أن يعني كان من المفروض بأن هذه المبادرة تطلق يعني في سنة 2007 2008؟ ما كان في برنامج حكومي مقر من مجلس الأمة. يعني الحكومة ما تقدمت في البرنامج الحكومي، ولا أقر مجلس الأمة يعني البرنامج الحكومي. فلذلك ما في هدف رئيسي أنت تسعى له الآن. بس مع وجود خطة التنمية، وهذا أنا حقيقة يعني فخور أن يكون عندنا في الكويت خطة التنمية، وجودها بحد ذاتها قد تكون طموحة، قد يكون في الكثير من الناس يقول لك أوكي يعني خلنا مثلا نغير فيها، قد ما تتواكب ما كذا، بس وجودها حطنا على التراك الصحيح. فبداية ذخر ترى بعد 4 أو 5 أشهر من إقرار خطة التنمية في مجلس الأمة. ومع هذا أقول لك إن إحنا ما يعني never too late، طالما إحنا فكرنا بالفكرة، طالما الآن الأمور مواتية، ليش لا؟ بالعكس يعني أستاذ جاسم، يعني الكل يشيد في ذخر ومبادئها، وأيضا المشروعات اللي تكون فيها أيضا من خلال تنمية الفرد. طبعا أستاذ جاسم، يعني تردد في الفترة الأخيرة أن اسم ذخر يعني كثيرا هو اسم لمبادرة الكويت لتنمية القيادة التنمية. هل لك أن توضح لنا يعني شلون استمديتوا هذه الفكرة؟ هل هناك من تجارب سابقة؟ هل هناك يعني مراكز أخرى في الوضع الإقليمي استمديتوا من هذه الفكرة؟ يعني هو فكرة ذخر بشكلها اللي أنتوا تشوفونه الآن يعد مميز ويونيك يعني. بس لكن إحنا قبل أن نسوي مشروع ذخر يعني زرنا التجربة الإماراتية في إعداد القادة. في تجارب سابقة. زرنا أو تكلمنا مع الجهة اللي تعاملت مع مشروع لتطوير القيادة، كان في ليبيا في سنة 2006 أو 2005. قابل، واحنا كنا ايضا يعني ضليعين في يعني مساهماتنا. مثلا زرنا مثلا جهاز الاستثمار في ابو ظبي، وشفنا شلون هم قاعدين يدربون القيادات ويعتبرونه هو المصنع لدوله ابو ظبي او لاماره ابو ظبي في تخريج القيادات. فاحنا خذينا من كل الكومبوننت، شفنا تجربه سنغافوره في هذا المجال، كوريا عندهم تجربه جيده. ما اقدر اقول لك ان احنا درسناها يعني باسهاب، لكن احنا يعني اطلعنا على هذه التجارب. بالاضافه بس احنا كنا مركزين ان نبي يكون لنا في الكويت تجربتنا الخاصه، لان الطبيعه يعني المبادره تختلف عن الوضع في الامارات وباقي الدول العربيه وايضا مع سنغافوره، لان احنا وضعنا في الكويت مختلف وخطتنا مختلفه، ما هي نفس خطتهم. فاحنا لازم يكون في يعني توافق وتجانس كبير ما بين الخطه وما بين برنامج الذخر، وهذا اللي حقيقة عملنا عليه. وإحنا استشرنا يعني واستعنا في مستشارين عالميين، ومستشارنا الأكاديمي جامعة كورنيل الأمريكية. جامعة كورنيل يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، جامعة كورنيل مرت بنفس التجربة في ولاية نيويورك قبل 25 سنة،
نفس العملية كان عندهم بلان خطة للتنمية للتنمية